بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، وكما يليق بجلاله وكماله وجماله الذي لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتفرغنا بها لطاعتك وعبادتك ما حيينا يا رب العالمين، وأن تحيينا مسلمين مؤمنين غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، عدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألكه برحمتك يا رب العالمين. اللهم وكما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا ولذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وجيراننا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وحفاظ كتاب ربنا وجميع أمة نبينا، طائعهم وعاصيهم يا رب العالمين، هب المسيئين منهم للمحسنين بفضلك وكرمك يا رب العالمين، وشفع فينا نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وشفعنا في أنفسنا، وشفع الصيام والقرآن فينا، وشفع فينا صالح المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين، آمين. الحديث 72، حديث صدقة المرأة من مال زوجها. والمرأة هنا المقصود بها الزوجة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، يعني بلا إسراف ولا تبذير، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا من كمال فضل الله ورحمته على عباده، أن فاعل الخير إن كان مباشرا له أثيب عليه، والدال له على هذا الخير يثاب عليه، والذي يعينه على هذا يثاب عليه،
فالكل يثاب على ذلك بفضل الله ورحمته. وهذا يدل على أن الإنسان قد يستفيد بعمل غيره وبكسب غيره. أما قوله أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني لا يثاب إلا بما سعى فيه إلا أن يهب الله له من فضله، يعني معناها أن هذه الآية خاصة بمقتضى العدل، والله يعاملنا لا بالعدل بل بالفضل. فلا يستدل بالآية أنه لا يستفيد بعمل غيره، بل الآية تتكلم على مقتضى العدل دون الفضل، فالفضل يزيد، بدليل أنك إذا صليت منفردا أخذت ثواب الصلاة منفرد، فإذا جاءك آخر وصلى بجوارك استفدت بسعيه وهو استفاد بوجودك وأنت استفدت بوجوده، فصلت الصلاة 27 ضعف. يبقى أنت تستفيد بعمل غيرك وبكسب غيرك، وهذا موجود ومعلوم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لأنها أمة تعامل بالفضل لا بالعدل. نحن أمة نعامل بفضل الله، لماذا؟ لأن الله فضلنا بنبي مفضل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أهل لهذا الفضل. فلما كان أهل لهذا الفضل كل ما نسب لأهل الفضل عمل على طريقتهم. يقول لك من جور السعيد يسعد، وبأقل نسبة وبأقل ملابسة مع أهل الفضل تستفيد به، بأقل نسبة، ولو حتى نسبة أنك بتحبهم وأنت مش منهم. شوف قد إيه، مجرد أي نسبة، مجرد أي نسبة بينك وبين أهل الفضل، فما بالك لو كنت تحبهم وتفعل فعلهم وتعيش معهم وتقتدي بهم، فكل ده يزيد ويزيد ويزيد في الأجر، وفضل الله واسع لا يدركه مدرك ولا يحده حد سبحانه وتعالى. ظاهر الحديث يدل على حكمين، أحدهما أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة، مع ان طعام بيتها ده مش هي اللي اشتريته، ده اللي اشترى جوزها، فهمت؟ لكن هي موكلة في التصرف في البيت، فهي تصرفت في خير، اما باذن زوجها الصريح او بالاذن الضمني. الضمني يعني ايه؟ يعني هي عارفة انه لا يتأذى لو هي تصدقت على انسان طرق بابها واراد طعاما، لا يتأذى إن أطعمته، فهي عارفة ده إذن ضمني من خلال حاله، فتثاب هي على هذا التصرف بالرغم أنها لم تكتسب هذا الطعام بمالها ولا بجهدها، بل هي فقط أمينة عليه. فبمجرد أن الأمين يحسن في أمانته يأخذ ثواب الحسن في الأمانة، لدرجة أن وردت أحاديث إن الإنسان لو تصدق بملح، شوف ملح ده يعني حاجة رخيصة خالص، ياخد ثواب الطعام اللي هو اتحط فيه الملح ده كله. يعني هو خد منك كبشة ملح حطها في حلة قد كده، تاخد أنت ثواب الحلة كام؟ لأنها أصلحت هذا الطعام، لولا الملح ما كانوا كلش كلوا الحاجة، فاهم؟ ولو تصدقت لجارك مثلا، مش صدقة، إعارة، أعرته القدر يطبخ فيه، يعني اديته حلة يطبخ فيه، تاخد ثواب ما يطبخ فيه. شوف فضل الله، يعني أنا بفهمك إن ربنا بيعملنا بفضل واسع وإحنا بس مش مدركين. ده أنت لما بتسلف إنسان مال بتاخد ثواب نصف هذا المبلغ صدقة، وانت هتاخده منه تاني، لكن كأنك انت تصدقت بنصف المال. كل ده فضل من الله سبحانه وتعالى، فربنا بيعملنا بالفضل. وعشان كده لا يهلك الا هالك بقى، لا يهلك الا هالك، لان ربنا سبحانه وتعالى بيعملنا بفضل واسع وكرم بالغ، ويعفو عن كثير، ويكتب لك الحسنة بعشرة وعشرين وسبعمائة ضعف، ويكتب السيئة بسيئة واحدة. فيبقى بعد ده كله بقى لا يهلك إلا هالك، فالله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى.
يدل على حكمين، أحدهما أن المرأة، ظاهر الحديث يدل على حكمين، أحدهما، وممكن تقول أحدهما لأنه بدل بعض من كل، على حكمين، على حرف جر، حكمين مجرور، أحدهما يبقى بدل بعض من كل، تقول أحدهما أحلى، ممكن تقول أحدهما على سبيل الابتداء بقى، أو أحدهما يعني أذكر أحدهما، فيجوز فيها التثليث. شفت بقى اللغة واسعة ازاي وحلوة ازاي؟ عشان كده برضه ما تعرفش تخطأ واحد. يعني ممكن يقول لك ايه؟ ظاهر الحديث يدل على حكمين احدهما، الشيخ ما اخطأش. يعني هو احدهما، ويبقى هو احدهما مبتدأ وخبر في محل بدل بعض من كل. ممكن يقول لك احدهما يبقى بدل بعض من كل. قول احدهما يعني اذكر احدهم. تبقى منصوبة على فعل محذوف. كل ده حتى ربنا يريد ان يسترك، يقوم يدي لك لغة حمالة أول، يقوم يسترك فلا تخطأ، ويبقى هدف الإنسان لما يسمعك مش يخطأك، المعنى أنت بتقول إيه، لأن هو الهدف مش إنك أنت تضبط العبارة قد ما تضبط المعنى، لأن المقصود من اللغة ذاتها ليس العبارة، المقصود ما وراء العبارة وهو المعنى. في ناس للأسف يقعد يسمع الشيخ وما يعرفش إلا وجه إعرابي واحد، يقول لك الشيخ ده بيخطأ، ده كان حقه يعمل الضمة هنا، حقه يعمل كسرة هنا، طب والشيخ يقصد ايه؟ اتعلمت ايه من كلامه؟ ما اتعلمش حاجة، لأنه كل هدفه يسمع بيضبط العبارة، كأنه قاعد بيصحح له في امتحان شفوي. ما ينفعش كده. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ودي حكمة كبيرة في إن اللغة العربية تحتمل وجوه إعرابية كتير. علشان ما تنشغلش بالإعراب كتير بقدر ما تنشغل بالمعنى اللي وراء اللفظ. فهمت بقى المسألة؟ ظاهر الحديث يدل على حكمين، أحدهما أن المرأة، طب وأنا ليه اخترت الرفع؟ لأن الرفع أعلى، الرفع أعلى المرفوعات، اسمه مرفوع حتى يعني عالي يعني، وعشان كده الرفع أعلى من النصب، وأدناها الجر، مش كده برضو؟ وعلشان كده لما تيجي تختار بقى اختار الرفع بقى عشان ترفع. عشان كده ايه في الآية القرآنية؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، قالوا سلاما، تبقى دي منصوبة لأنها مقول القول. سيدنا إبراهيم يريد أن يرد عليهم بأحسن منها، فقام قال لهم سلام، والرفع أعلى من النصب، يبقى رد بمثلها وأحسن منها. سيدنا إبراهيم من كبار الفقهاء العلماء، نبي من الأنبياء، فهمت؟ فرح رد عليهم بالرفع، هم قالوا له سلامة، هو قال لهم سلام، فهمت بقى؟ فرد بالأعلى، ويبقى رد بأحسن منها بلفظ واحد، لأن الرفع أعلى، فهمت بقى؟ فإذا خيرت فاختار الرفع، ومن اختار الرفع رفعه الله، واخد بالك؟ كل دي معاني في بلاغة اللغة لما تيجي تقرأ يعني، وهتختار ايه؟ اي وجه اعرابي تحب تختاره يبقى لازم تختاره بقى بعلم، فهمت بقى؟ لانها كلها وجوه صحيحة. ظاهر الحديث يدل على حكمين، احدهما ان المرأة اذا انفقت من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر نفقتها ولزوجها أجر الكسب، والثاني أن الخازن الذي يفعل مثلها له من الأجر مثلها. يعني حتى شوف المرأة في البيت عندها الخادمة، فقالت لها إيه؟ خدي هذا وزعيه على الفقراء، الخادمة تاخد أجر الصدقة دي، مع إن هي ده هي خالد بس، خدت بالك؟ علشان كده مثلا إيه؟ اتعلمنا احنا من مشايخنا، لما كنا نمشي مع مشايخنا، الشيخ مثلا يجي له واحد فقير يطلب صدقة، يقوم الشيخ يديها لأحد تلامذته يقول له ناولها، علشان الشيخ عايزك تاخد انت ثواب الصدقة دي معاه. الشيخ يحط ايده في جيبه قدامه الفقير، يقوم يعمل لك ايه؟ خد اديها له، تقوم تاخد انت ثواب الصدقة، وهو واخد ثواب الصدقة،
فتقوم ايه لما تعيش مع العلماء دول تتربى من سلوكه. انت لو مش فاهم المعنى ده تقول يعني هو الشيخ يعني بيتكبر على الفقير مش عايز يعني، لا ده هو بيتفضل عليك انك تاخد ثواب مثل ما تصدق. فهمت بقى المعنى؟ ودي حاجة مهمة. ما يبقى ابنك معاك مثلا ماشي معاك وانت تريد ان تعطي صدقة، اديها لابنك يناولها للفقير، يقوم ابنك يتعلم كيف يتصدق وياخد ثواب الصدقة مضاعفة. انت هتاخد ثواب الصدقة وابنك هياخد ثوابها، وعلمته خلق اخر ايه؟ انه نفسه تجول بما عنده وبما معه. فهمت؟ يعني انا كنت ابني صغير محمد كده، كان اول اولادي يعني، كان لسه صغير عيل صغير كده، وكان معايا راكب في العربية، وفي راجل بيه لمع الازاز كده كل سنة وطيب، يعني معناه ادينا حاجة، المصريين ما يقول لك اديني حاجة كل سنة وطيب، واخد بالك؟ فرحت انا فاتح الازاز وديت 10 صاغ لمحمد ابني. ده الكلام ده زمان يعني سنة حاجة وثمانين، أيام ما كان بنزين العربية اللتر ب10 سنت، يعني 10 سنت دي كانت مبلغ، يعني أنا كنت أحط 10 لتر أدي للراجل 10 جنيه يحط لي 10 لتر بنزين. ده الكلام ده في الثمانينيات. فالمهم بدي أنا لمحمد ابني 10 صاغ وأقول له اديها للراجل، يقول لي إيه؟ إيه يا بابا ده هيجيب لي كيس شيبسي، ما تزود شوية. واخد بالك؟ ليه؟ لأن المفروض تعلمه الكرم بقى، واخد بالك؟ يعني هو حتى بياخد الصدقة مش معترض إن أنا بديها له، ده معترض إنها قليلة. فلازم تعلم ولادك إيه الصدقات دي وهو صغيرين، دي تربية، تربية تتربها وأنت صغير وأنت كبير، وتربي الصغير معاك بعد ما تكبر، وهكذا وراثة، وراثة ترثها من أجدادك ومن يعني. أنا أعرف فرضه إيه، أحد الناس الطيبين كان يجي له نوع من الاكتئاب كده قبض بلا سبب، فكان بدل ما يروح للدكتور النفسي يقول له أنا مكتئب وبتاع، كان يعمل إيه؟ يشتري ملبس ويمشي في حتة، أول ما يلاقي عيال بتلعب تعالوا تعالوا، يدي لكل واحد ملبس، العيال تفرح وتتنطط، واخد بالك؟ يقول لي تصدق أما بدخل السرور في قلبهم ربنا بيبعد لي السرور في قلبهم، القبض اللي في قلبي ده بيروح. فبدل ما يروح يتعالج عند الدكتور الامراض النفسيه بقى يدخل السرور على قلوب الاطفال الصغيرين بحاجه بسيطه، شويه ملبسه وبتاع، والعيال تتلم بقى والشيخ بيوزع والراجل بتاع تعالى يا ولا، واخد بالك؟ حاجات بسيطه لطيفه جميله اتعلمناها احنا من الجيل اللي عشنا معاه الكبار، واخد بالك؟ كل ده ليه؟ لانهم كانوا متلبسين بحقائق الشرع جواهم بدون ما يعرف ان فيها حديث. تصدق يمكن الواحد فيهم بيتصرف ما يعرفش ان وراه حديث، لكن هو يمكن شاف جده عمل كده، وجده شاف جده عمل كده، لحد الصحابه الكرام، لحد ما النبي هو اللي دلنا على كل خير. فهمت بقى المساله؟ فتلاقيها الامور ماشيه كده بالتسلسل. والثاني ان الخازن الذي يفعل مثلها له من الاجر مثلها. والكلام عليه من وجوه، منها ما معنى تخصيص النفقه بالطعام ليس الا، وما مقدارها؟ للنبي هنا قال الطعام، ما قالش من اي حاجه تانية، وممكن متاع البيت كمان، تستلف معلقه، تستلف شوكه، طقم الصيني، تستلف مش عارف ايه. مش الجيران زمان كان لما يقول لك احنا عندنا ضيوف النهارده ممكن تدونا طقم الصيني بتاعكم؟ كان زمان بيعملوا كده، دلوقتي ما تلاقيش الحكايه دي، كل واحد قافل عليه شقته ملوش دعوه بحاجه. لكن احنا انا فاكر واحنا اطفال صغيرين كان لما عندنا جاره حتى مسيحيه، كان لما يجي لها ضيوف ولا بتاع ولا عيد ميلاد بنتها تيجي تاخد طقم الكوبايات بتاعنا وبتاع، عادي الناس طول عمرها. وكنت انا في رمضان اروح افطر عندهم وانا طفل صغير، مع ان هم مسيحيين كانوا ما ياكلوش الا مع المغرب، وجوزها يفضل قاعد على السفره مستني المدفع يضرب. والله فاكر المنظر ده، كنت انا عيل صغير كده، كان شقتهم قدامنا واحنا كده، وهم طول النهار فاتحين شقتهم واحنا فاتحين شقتنا، واحنا قاعدين نلعب كده مع عيالهم داخلين طالعين، واخد بقى. وتلاقي جوزها ده يعني عجيب، يعني كان يحطوا الاكل يجي حد من ولاده يقول يا ولد المدفع ما ضربش، يا ايه يا عم انت، هو مسيحي. لكن كانت عاده كده يعني، كانت في روح الفه كده، كانت الحياه كده عاديه، واخد بالك ازاي؟ بحيث لو حد حصل ميت عندهم ما نعديش الراديو، وهم كذلك لو احنا عندنا حد مريض هم ما يعدوش الراديو بتاعه، وهكذا. كانت في نوع كده من التعامل دلوقتي افتقدناه، يعني احنا شفنا الجيل ده وشفنا جيل تاني، واخد بقى؟ فلاقينا في فرق.
في فرق الأجيال اتغيرت، في لدرجة إن في بعض الناس يعيش في عمارة 10 سنين وتسأله مين جارك اللي في الشقة اللي قدامك، ما يعرفش اسمه ولا حتى أولاده. ده بتحصل الحكاية دي والله. لكن كان زمان ازاي؟ ده الواحد يبقى ماشي في الشارع عارف كل الشارع، ازيك يا ابو فلان، ازيك مش عارف ايه، عارفين بعض اسره واحده. الروح دي خلاص ادت، لازم نرجع تاني للالفه والجماعه والحاجات، لان ربنا بيعلمنا كده اننا نصلي جماعه وكتفنا في كتف بعض ونتقابل 5 مرات في الصلوات. عايزنا نبقى متالفين متعارفين، واخد كل ده ليه معاني حلوه في الدين الشريف، بحيث تحس انك مش لوحدك، تحس انك انت حتى لو مت ولادك هيتربوا، اهل الحي هيقوموا بيهم. شوف قد ايه لهذه الدرجه كان زمان الناس عايشه بهذا المعنى. جينا بقى احنا تربينا التربيه بقى الغربيه والاوروبيه، وكل واحد في حاله ومقافل على نفسه ومشغول، فطلعت اجيال ما تعرفش بعضها للاسف. فعلشان كده بيقول: والكلام عليه من وجوه، منها ما معنى تخصيص النفقة بالطعام ليس إلا، وما مقدارها حتى لا تكون مفسدة، وهل لذلك حد معلوم أو هو فقه حالي، وهل يعني هو إيه أنفقت الغير مفسدة. طب حد الإفساد إيه؟ النبي سايبه للعرف للعادة. عشان كده الإمام الشافعي يقول لك إيه، العادة محكمة، عنده أصل من أصول مذهبي إيه؟ العادة محكمة، يعني ما لم يقدره الشرع بمقدار تعود فيه إلى العادة. فهمت بقى إزاي؟ هنا بيقول لك تنفق من طعام زوجها غير مفسد. طب إيه حد الإفساد وحد عدم الإفساد؟ تركه للعرف، العادة محكمة. شوف فقه الإمام الشافعي بقى، لدرجة إن من أدلة الشرع عنده العادة، عادة الناس وما تعرفوا عليه من أدلة الشرع. وهذه الأعداد تختلف من قطر إلى قطر، ومن بلد لبلد، ومن زمن لزمن، ومن حال لحال كمان، لأن عادة ما ينفقه الفقير غير عادة ما ينفقه الغني، عادة ما يأكله الإنسان اللي عنده تيسير في رزقه غير الذي قدر عليه رزقه، فده يأكل من طعام وده يأكل من طعام نوع تاني مختلف، كمية مختلفة، وهكذا. فتركها الشارع لتفاوت الناس في الأرزاق وتفاوت الناس في العادات، ولذا لم يقيدها الشارع بقيد معين. وعشان كده الإمام الشافعي أدرك مثل هذا فجعلها خمس مذهبه في الأدلة، العادة محكمة. واضح؟ والكلام عليه من وجوه، منها ما معنى تخصيص النفقة بالطعام ليس إلا، وما مقدارها حتى لا تكون مفسدة، وهل لذلك حد معلوم أو هو فقه حالي، يعني متعلق بحالها. وهل الخازن فقه حالي، يعني إيه؟ يعني العادة محكم، أدي معنى فقه حالي. وهل الخازن والمرأة يحتاجان الإذن في النفقة أم لا من صاحب المال، لأن لا تحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، فهل هم لما ينفقوا محتاجين إذن ولا مش محتاجين إذن؟ كل دي أسئلة عايز يسألها لك الأول عشان يبتدي يجيبها من خلال الحديث. وما معنى النفقة هنا؟ هل على العموم أو هل على الخصوص؟ وأما قولنا هل النفقة على العموم فليس هي إلا على الخصوص، وهي بمعنى الصدقة، يؤخذ ذلك من قول لها أجران. يعني إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، هل يقصد مطلق النفقة سواء كانت هذه واجبة أو مندوبة فتبقى عامة يعني، ولا هي دي مخصوصة بالواجبة دون المندوبة؟ فهمت يقصد الشيخ؟ هو بيفصص لك كلام النبي كلمة كلمة. ليه؟ لأن ده كلام وحي، كلام كله صدق، كل حرف فيه صدق، فلازم تاخده بأهمية كبيرة بخلاف كلام الناس. الناس بتتكلم بالكوم، لكن كلام النبي ده الحرف يفرق. فهمت بقى؟ والكلمة بجوار الكلمة تعمل الجملة المفيدة اللي من وراءها معنى يراد أن يحدث في الأكوان وفي إيه وفي تصرف المكلف. فلابد أن نبقى نقرأ كلامنا. عشان كده كان الشيخ علي جمعة، الدكتور علي جمعة أكرمه الله وبارك الله في عمره، كان يقول لك إيه نقلا عن مشايخه، يقول لك: يا ابن العلم بالنقطة، تمسك نقطة نقطة، حرف حرف، وكلمة كلمة. إنما الثقافة والقراية كده ده بالكوم،
تقعد تقرا كده الصفحه بعينك كده في 5 دقايق وتقفل تقول انا قريت الكتاب. اه بقيت مثقف مش عالم، ده مثقف بس عنده معلومات. انما العلم بقى هو هذا التدقيق، انك تدقق في كل حرف وفي كل فعل وتستنبط منها الاحكام، وتستنبط الاحكام علشان لما تيجي تظهر سلوك تبقى بتعملها سلوك بناء على علم ونيه وعزم، وانك انت تحتسبها عند الله هيبقى من وراها حاجات تانيه كتيره. علشان كده شوف بقى الشيخ، انت قريت الحديث اهو، لكن الشيخ شوف طلع لك من الحديث كم سؤال. فهمت؟ ادي طريقه دراسه الحديث في علماء الامه، يهتموا بحديث النبي وكذلك القران بهذه الصوره الدقيقه حتى يستنبطوا الاحكام بصوره ايه. وعلشان كده امه النبي والفقه الاسلامي اللي نشا في عقول علماء امه النبي في حد ذاته معجزه لامه النبي، تنسب للنبي. ليه؟ لان بهذه الطريقه، وهي ضبط العباره اولا، توثيق الخبر ثانيا، ثم التدقيق في فهم الاصل، ثم استنباط الفروع، كل ده عملته امه النبي على مر العصور. ما احتاجتش نبي تاني، فما احتاجتش نبي تاني. الامم التانيه ما عملوش كده، عشان كده كان كل شويه يحتاجوا نبي واثنين وثلاثه وعشر، لكن امه النبي جالها نبي واحد وقعد معاهم 23 سنه بس واكتفوا به ليوم القيامه. يبقى دي امه معظمه بقى، امه معظمه حافظت على انفاسه يعني كلامه اللي هو الوحي، ووثقته، وعملت قوانين لتوثيق الخبر ما كانتش تعرفها البشريه. علوم الحديث دي كلها وعلوم الجرح والتعديل وعلوم التوثيق الخبر ده علم ابتدعته الامه لتحفظ فيها كلام النبي، تحفظ القران والسنه، حتى لدرجه ان بقت تصنف في الموضوعات والمكذوبات. يعني يجي لك بعض العلماء يتخصص، يجيب لك يتخصص في ايه؟ متخصص في الحديث الموضوع، حاجه غريبه قوي، علشان يميزه من الصحيح. حاجه لدرجه القران يبقى قراءات متواتره وعلماء تانيين متخصصين في القراءات الشاذه. يعني ما عندناش عوره نخفيه، احنا كله كده مكتوب، الشاذ مكتوب وعارفين انه شاذ، وعارفين اسناده، عارفين مين بيقول مين، والموضوع عارفينه، وعارفين مين اللي وضعه، ومين الكذاب، والصحيح عارفينه، والحسن عارفينه، عارفين كل حاجه، مش محتاجين نبي. شفت بقى ميزه هذه الامه؟ فامه مكرمه معظمه الحمد لله اننا نسبنا لها وطلعنا منها. فده من باب الكرم الكبير علينا، ومن اكبر النعم علينا اننا نسبنا. كنتم لسه قارين اهو، كنتم خير امه اخرجت للناس. امه نبيها يقعد عندها معاها 23 سنه تقوم تكتفي به ليوم القيامه، والامم الثانيه كان نبيهم يقعد معاهم بال70 سنه وبال100 سنه، وسيدنا نوح قعد 1000 سنه الا 50. فهمت ازاي؟ وما استفادوش بيه. هات لي كلمه كده من كلام سيدنا نوح قالها موثقه، مش موجوده. هات لي كلمه من كلام سيدنا لقمان من غير القران موثقه، ما تعرفش. طب سيدنا ذي الكفل قال ايه؟ ولا كلمه نسمعها، يا دوب اسمه بس. ده اكيد قال كلام كتير، لكن شوف النبي كل حاجة قالها عارفينها كأنه لسه بيكلمنا، وعارفين كمان أسماء الناس اللي سمعوه والصحابة اللي شافوه، اسمهم واسم أبوهم وماتوا إمتى واتولدوا فين وأسلموا إمتى وزوجته مين وخلف مين. إيه ده؟ ده أمة بقى، أمة ضخمة، أمة ضخمة. سيدنا عيسى ابن مريم ما يعرفوش منه إلا كام حوالي، 11 حوالي ولا 12 حوالي وخلص. لكن احنا شوف بقى، حتى صحابة النبي اسمائهم منضبطة وعارفينها بقى، زوجاتهم بأبنائهم، وهكذا جيل وراء جيل وراء جيل وراء جيل الى يومنا هذا. درجة نبقى احنا قاعدين بيننا وبين النبي 1400 سنة ولسه عندنا اسانيد متصلة. اقول لك، حدثني الشيخ عبد الله الصديق الغماري عن شيخه الشيخ احمد وهو اخوه، عن الشيخ محمد بخيت المطيعي، عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، بالسماع كده الى رسول الله باسناد متصل. هات لي امه كده بقى، مفيش الا امه النبي بس. فهمت بقى توثيق الخبر حتى بالاسانيد المسموعه. فكل ده يجعلك فخور وتفخر انك انت منسوب لهذه الامه،
وتحافظ على هذا التراث، لأن هذا التراث ميراث، وميراث الأنبياء هو هذا العلم. فهمت بقى؟ فدي نقط تبقى قاعد كده بتقرأ، بتبقى فخور بعقول العلماء وهي قاعدة تفكر بالطريقة دي. مجرد نص شوف طلع منه كم سؤال، وكل سؤال هيطلع منه حكم، وكل حكم هيطلع منه سلوك، وبعدين كل حكم من ده خلاف بين العلماء في تفاصيله. يقول لك الإمام مالك ذهب إلى كذا، والإمام الشافعي ذهب، ده عقول عجيبة الشكل تعتبر. عشان كده سيدنا زاهر الكوثري، شيخ شيخي الشيخ زاهر الكوثري، شيخ شيخ السيد عبد الله الصديق الغماري، كان يقول إيه؟ هو اللي قال كده، قال الفقه الإسلامي معجزة من معجزات النبي. يعني هذا الفهم العميق اللي طلعوا الفقهاء من كلام النبي ده في حد ذاته معجزة، ما حصلتش قبل كده في أمة من الأمم، لأنها نصوص محدودة خرجوا منها فروع غير محدودة تسع كل زمان وكل موقف، فجعلوا الإيه يعني أمور محددة جعلوها تسع كل المواقف حتى التي لم تحدث بعد. وعشان كده تيجي تقرأ في كلام الفقهاء تعجب بهذه العقول العظيمة اللي ربنا هدى هذه الأمة بها وهداها لهذه الطريقة، فاكتفت بنبيها ولم تحتاج لنبي بعده. وأما قولنا هل النفقة على العموم، يعني تشمل الفريضة والنافلة، أدي معنى النفقة على العموم، فهمت إزاي؟ فليس هي إلا على الخصوص. وهل يقصد ان هي مخصوصه نفقه الفريضه دون النافله، او النافله دون الفريضه فخصها، وهي بمعنى الصدقه اللي هي التطوع، يؤخذ ذلك من قول لها اجرها، لان الاجر لا يكون الا في وجوه المعروف. واما هل يحتاجون للاذن فلا بد لهما من ذلك، لان مال الغير لا يجوز للاخر ان يعطيه الا باذن صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وعشان كده شوف ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني لما تحرج واحد وتقول له إيه ده؟ إيه السبحة الجميلة دي؟ ما شاء الله جميلة قوي، تدهني؟ يوم هو يحرج كذا يقول خدها. كده أنت خدتها بسيف الحياء يبقى حرام. هتقعد تسبح عليها مش هتاخد ثواب. فهمت إزاي؟ أنا خدتها بسيف الحياء. فلازم يبقى بطيب نفس. فهمت بقى؟ وعشان كده لما تلاقي حاجة في إيد أخوك لا تظهر إعجابك بها الشديد وتعلقك بها حتى لا تحرجه فيعطيك إياه. فهمت إزاي؟ لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. شوف آداب آداب كده تفضل تتعلمها من القرآن ومن السنة ومن أخبار النبي. لكن في ناس ما تعلمتش هذا الأدب، أول ما يشوف الله إيه الطاقية دي؟ إيه ده جميلة أوي، جبتها بكام دي؟ ده حلوة أوي أوي، ده أنا رحت العمرة 100 مرة ما شفتش النوع ده، يا أخي ده جميلة أوي. وبعدين يروح لابسها يقول لا دي مقاسي، حلوة، شوف المراية، شوف جميلة إزاي. في الآخر هتقول له إيه؟ خدها. ما هو في الآخر هتقول له إيه يعني؟ بعد ده كله يعني الموال ده كله، هتقول له خدها يا عم وحل عني بس اسكت. فهمت؟ في ناس بتعمل كده، فما يصحش. المؤمن والمسلم عفيف وجميل، ووجوده معاك كده زي الهوى، مش تحس انه تقيل على القلب، تقول يا رب يمشي بقى ايه ده، ان شاء الله اقلع هدومي واخدها ويمشي. بس في ناس كده تقيلة، لكن ايه المؤمن يقول لك، عشان كده الرسول يقول لك المؤمن اذا حضر لا يشعر به واذا غاب لا يفتقد، يعني لطيف كده عامل زي الهوى كده نسمة. فهمت؟ الناس يقول لك ده راجل نسمة. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا أن الإذن قد يكون باللفظ أو بالعادة. مثال الذي بالعادة مثل الكسرة من الخبز توهب إلى السائل بالباب، أو ما أشبه ذلك مثل الشيء اليسير من الملح والماء والنار والخميرة للخبز. يعني لما تيجي تخبط عليها جارتها تقول لها ما عندكيش عود كبريت، يعني مش ملحة تروح تاخد اذن جوزها يعني تقول لها ادي لي عود كبريت، حاجات بسيطه يعني. فهمت؟ دي حاجات بسيطه، ما عندكيش شويه ملح، ممكن تدينا بصله، كان زمان كده بتطبخ وعايزه حته بصله بس تحطها على وده. الحاجات دي كلها ما بقيناش نلاقيها، احنا كنا زمان نلاقي الحكايه دي، تلاقي واحده بتخبط علينا جارتنا ممكن فص توم ممكن حته بصل، كانت حاجات كده فيها الفه.
وبعدين لما يعملوا هم كمان رز بلبن يبعتوا لنا احنا طبق، واحنا لما نعمل كنافه نبعت لهم طبق، كله ياكل من بعضه كده، حاجات جميله. المعاني دي خلاص ما بقتش موجوده. ها؟ موجوده عند بعض الناس، واخد بالك؟ اه موجوده في بعض ارياف مصر لان لسه على الفطره. بس لحد ما اختلفت. ها؟ وما وكل مدى ما بتقل. كل مدى ما بتقل. وقد قال بعض الفقهاء أن ما ذكر مع قدر البيت ومتاعه، أن ما ذكر يعني من الطعام يدخل معه كمان إيه؟ قدر البيت. قدر البيت اللي هي الأواني، الأواعي، الأوعية، يعني الكبايات، الشوك، الأطباق، الحلل، فهمت؟ كل دي اسمها. ومتاعه أنه مما لا يحل منعه، فإذا كان على هذا القول لا يحل منعه فلا يحتاج إلى إذن في ذلك، وإن كان باقيا على أصله مثل سائر الأموال. والظاهر الندب، يبقى هو قال لك الظاهر إن هنا نفقت، أنفقت نفقة مندوبة، فهمت؟ لأن قال لها أجرها وما قالش لو منعتها عليها اسم، وده أصل المندوب، فهمت بقى؟ أصل المندوب عرفنا منين إيه؟ لأن أثبت الأجر ولم يثبت الاسم عند عدم الفعل، فاستنتج الشيخ ان دي غالبا بيتكلم على النفقه المندوب، ده كلام الشيخ، فهمت؟ وعليه الجمهور، وان المرء يندب الى ذلك لا سيما مع نص الاحاديث التي وردت في ذلك، لانه قال صلى الله عليه وسلم في الذي يعطي الملح ما معناه له من الاجر مثل من تصدق بمقدار الطعام الذي وضع الملح فيه، والخمير مثل ذلك، ايام ما كانوا بيخبزوا في البيت. دلوقتي احنا ما بنخبزش في البيوت، لكن كان زمان يخبزوا في البيت، تبقى عايزه حته خميره بس عشان تخمر، حاجه صغيره كده ترميها في ايه، في العجين، يقول العجين يخمر، حاجات تافهه، تقوم تاخد اجر العجين كله والخبز كله اللي اتخبز بالخميره دي، فهمت؟ والنار مثل من تصدق بقدر الطعام الذي طبخ عليها. كمان شوف بقى، لو سلفتها انبوبه البوتاجاز عشان الانبوبه خلصت وعندها عزومه وفي أزمة أنابيب، ممكن تدون الأنبوبة الاستبن بتاعها، خدي طبخت عليها وقعدت تاكل الطبيخ ده يومين ثلاثة وتصدقت منه، تبقى أنت نايم في بيتك واخد ثواب كل اللي بيطبخ على النار دي. شفت قد إيه بقى؟ رحمات كلها. والقدر بمثل الطعام الذي طبخ فيه، ومثل ذلك جاءت أحاديث كثيرة تبين قدر عظيم الأجر مع يسارة الشيء المعطى، ولم يقل أن من لم يفعله فعليه من الإثم كذا وكذا، وهذه طريقة المندوب. وأما حجة من قال أنه واجب إعطاؤه ومنعه لا يحل، يبقى في علماء تانيين مقابل الجمهور قالوا ده واجب، استدلوا بإيه؟ بقوله تعالى ويمنعون الماعون، وقالوا الماعون اللي هي الحاجات البسيطة دي، يستلف منك طمطماية، يستلف منك ليمونة، يستلف منك كوباية، يستلف منك معلقة، ده اسمها المعون، حاجات بسيطة. رايح مشوار كده هيقابل ناس مهمين، يقول لك ممكن تديني العباية بتاعتك تشيك بيها شوية عشان رايح مثلا فرح، هيحضر فرح حد، اديها له، ما يبقاش حد. ممكن تديني الشال بتاعك، تديني العمامة، يحضر. كل ده كان موجود، الناس ايه تسلفه لبعضها عادي، ساعات تدي لاخوك، حتى اخوك ابن امك وابوك عايز ياخد البدله بتاعتك اللي لسه انت جايبها علشان هو عنده حفله تخرج النهارده، وانتوا الاثنين مقاس بعض، ما يديها له يا اخي، ما تقولوش مالكش دعوه بهدومي، ايه ده؟ ده اخوك يا ابني، ده لو جالك غريب اديها له، فهمت بقى؟ كل المعاني دي لازم تبقى في ذهننا. فاللي قالوا بالوجوب عندهم دليل الايه ويمنعون المعون، وده جاء في مقام الذم، والذم لا يكون الا من اجل واجب ترك واجب، فهمت؟ فقالوا المعون هو متاع البيت نحو الأشياء التي سمينا قبل، والحبل وما يشبه ذلك. وفي الحديث لما أن سأل السائل ما الشيء الذي لا يحل منعه يا رسول الله، فذكر فيه مثل الماء والملح والقدر والخمير وما يشبه ذلك. وأما الذي عليه مذهب مالك رحمه الله والجمهور في معنى قوله تعالى ويمنعون المعون، قالوا دي هنا يمنعون المعون يعني الزكاة، الصدقة المفروضة، ده مذهب الإمام مالك في فهم الآية دي، فإنها الزكاة المفروضة. والأحاديث إن صحت احتملت التأويل، وما يحتمل التأويل لا يعارض به النص. فأما التأويل فيحتمل أنه يريد بقوله ما لا يحل منه أن يكون واجبا تركه من طريق الشرع،
واحتمل وجوبا من طريق المروءة. ممكن يبقى واجب من باب المروءة مش من باب الشرع. من باب المروءة يعني من باب ايه؟ من باب حسن اخلاق الناس مع بعضها البعض. فهمت ازاي؟ دي حاجة مروءة بقى، وحسن المعروف بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومنع ما ذكرنا ليس هو من مكارم الأخلاق. وأما الأصل الذي هو القاعدة الكلية قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والمال ينطلق على الكثير واليسير، لكن الإذن في إنفاق مثل هذا الذي ذكرناه قد رجع بالعرف مما قد سمحت به النفوس من المعروف بين الناس، حتى إن طالبه لا يعاب ذلك عليه في كريم الأخلاق. وأن الشح به يتعلق به الذم الكثير، حتى إن حابسه لوجه ما لا يقدر أن يحبسه إلا أن يبين عذره في حبسه، أو ينكره مرة واحدة بأنه ليس هو عنده مخافة على عرضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما وقى المرء به عرضه كتب له صدقة. يعني في حاجات تستحي أنك أنت تمنعها لو طلبت منك، لأنها حتى هتجعلك تعرضك للمذمة وتبقى يعني شكلك وحش كده، فأنت حتى بتديها علشان تحمي عرضك فلا يذمك الناس. فهمت ازاي؟ دي المعنى اللي هو عايز الشيخ يعني يبينه لك. فصاحبة الدار على ما مرت من العادة على الاختلاف الذي ذكرناه لا يمكن لها منع ما ذكرناه إلا أن ينص صاحب البيت عليه في ذلك الوقت إن أعطته، تكون متعدية على أحد الوجوه، وإما على الوجه الآخر فلا يحل لها منعه وإن أمرها بذلك. يعني لو كان من الحاجات الضرورية اللي هي يذم على تركها، حتى لو قال لها ما تديهالوش تديها من ورا زوجها. شوف قد ايه يعني شويه ملح، لا جارنا ده حتى لو طلبوا منك ملح ما تدوش، ما تسمعش كلامه بالحكايه دي. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان ستنا هند ام معاويه راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: ابو سفيان رجل شحيح يا رسول الله، افاخذ من ماله دون اذنه انفقه على عياله؟ فالنبي قال لها ايه؟ نعم بالمعروف، يعني بلا اسراف. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده بيقول لك لو كان من النوع اللي يذم فيه الانسان حتى لو امرها زوجها ما تطيعوش في الحته دي. لكن في الامور الثانيه العاديه، افرض هو عنده مثلا حاجه معينه هو بيعتز بيها، فيقول لها: سلي فيهم اي حاجه الا دي، لان دي حاجه من ايام ابويا وانا خاف انها تبوظ. خلاص تسمع كلامه فيدي. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا. انما في حاجات بسيطه ثانيه ايه، ما تسمعش كلامه، لانها قد يؤدي الى ذم عرضه وعرضها. يعني الناس يقولوا عليه بخيل، يقولوا عليه ده راجل وحش، ده راجل مش عارف ايه، فده فايه هي بتدرأ عن زوجها المذمه. ادي معنى كلام الشيخ يعني. وما زاد على ما ذكرناه ايضا لا يجوز لها التصرف فيه الا باذنه قولا واحدا. واحتمل لها وجها اخر ان يكون تعاطي ذلك بينهم من قبل السلف والهبه على العوض، وما في ذلك من الجهاله مغتفر لكثره حاجه الناس الى ذلك ونزاره وقوعه. فان الغني والفقير محتاجان الى ذلك ولو يوما ما، غير انه قد يكون بعض الناس في ذلك احوج من بعض، وهو وجه اذا تاملته ترى فيه وجها ما من الاستحسان، وهو كثير ما يؤخذ ذلك النوع في الشرع مثل المساقات والقراض وما أشبه ذلك، تراها مستثناة من قواعد ممنوعة وأبيحت من أجل الحاجة لذلك. وفي أبواب البيوع تلاقي بيوع كتيرة أصلها فاسد والشرع يوجزها من باب كثرة حاجة الناس. زي إيه؟ النبي قال لك لا تبع ما ليس عندك، وأباح بيع السلم، وإنت في السلم بتبيع ما ليس عندك لكثرة احتياج أهل الصناعات له. يبقى أحيانا يأتي الشرع يبيح لك شيء أصله حرام من أجل كثرة الحاجة إليه. فهمت بقى إزاي؟ وزي العارية، لما قلنا العارية فيها علة الربا وأجازها النبي علشان يبقى فيه صدقة للفقراء، زي ما تكلمنا بباب العارية اللي هي العارية اللي هي كانوا يعيروا التمر بتاع النخلة للفقراء صدقة. فيجي الفقير بقى طاخل نازل على ايه؟ على النخله، يقول لك مش انت قلت لي دي بتاعتي؟ يقوم يقلقه، فيقوم الشرع يجيز له ان يديله بدل الرطب ده قدره تمر دون تحقيق شرط التماثل، واخد بالك، من اجل الا يقطع عادته في الصدقه في حدود 5 أوسق. فهمت ازاي؟ مع ان فيها عله الربا، لان لم يتحقق شرط التماثل في متحد الجنس والعله. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ من اجل
انه لا يمنع خيره عن الناس. ففي امور كثيره تجدها في ابواب المعاملات تجد فيها عله المنع مع اباحه الشرع لها من اجل كثره حاجه الناس اليه. فهمت المساله بقى؟ ولم يجعلوه من باب البيعات وجعلوه من باب المعروف، ومثل الدرهم الناقص بالوازن كذلك أيضا إذا كان ذلك في مثل الدرهم الواحد أو الاثنين، لأن ذلك عندهم من قبل المعروف أيضا، إلا أن يقترن من أجل الفاعلين قرينة يتبين منها خلاف ذلك، فيرجع الأمر إلى أصله من المنع. وما زاد أيضا على ذلك المقدار ممنوع، وهنا بحث، وهو إذا قلنا أنها أعطت ما هو واجب على صاحب المنزل أو هو مندوب، فنرجع إلى بحثنا، فعلى ماذا يكون أجرها؟ فالجواب أنها خازنة لجميع ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخازن الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. لأنه ممكن تقول المتصدقين، تنفع كده وكده، لأنه لما طابت نفسه على ذلك وياسر أخاه المعطى له بالمبادرة بالتعجيل كرامة إدخال السرور عليه، لأنه محتمل أن يبدو للمعطي فيمنع، فيكون بطئه في إنجاز الهبة سببا للحرمان وتعجيله سببا إلى تحصيل المعروف، فإنه إذا رجع المعطي والوكيل قد أنفذ أمره بعيد أن يأخذ المعروف من يد المعطى له. يعني بيقول لك لما تعجل بإعطاء الصدقة حتى وانت وكيل صعب ان يجي صاحب المال يقول لك لا خدها تاني، انما لما تتباطأ يمكن يكون تباطؤك سبب في عدم اخراجها من الاصل. فعشان كده اي خير عجل بيه بسرعة، اي خير تعجل، خصوصا ان النفس طبعت على الشح، فكل ما كان فيه مخالفة للنفس يبقى قربة الى الله. طبيعة النفس شحيحة حتى بما لا تملك، سبحان الله. ساعات تيجي ايه تدي مثلا الخادم بتاعك 1000 جنيه تقول له اديهم لجارك مع انها مش بتوعه، يقول لك كتير عليا بيه. مش ده بيحصل؟ بيحصل، لان النفس طبعت على ايه؟ على الشح، طبيعتها كده. فلما الانسان يعجل كانه بيخالف طبيعه نفس اللي جبل عليها، وكان الانسان قتورا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فلما كان الشح طبيعة في النفس والتعجيل بالنفقة والصدقة يخالف هذه الطبيعة، يكون فيها نوع مجاهدة للنفس، وبالتالي يثاب المرأة بالتعجيل بالرغم أنها أنفقت من غير مالها، والخادم أيضا يثاب بالتعجيل لأنه أنفق بالإذن دون أن يتأخر في إعطاء. لأنه ممكن يبقى واحد الخادم بتاعك تقول له روح وزع الحاجات دي على الناس، يروح داخل ينام ويأجل يوم واثنين وثلاثة. طب ايه مأجل؟ ما انت ليه كده؟ يقول لك يا عم يعني هم محتاجين قوي. بس ده صاحب المال بيقول لك وزعه، روح وزعه على طول. ايه اللي مخليك انت شحيح بيه يعني؟ طبيعته كده، فلازم يقاوم هذه الطبيعة. فيبقى اللي بيعجل ولو كان لا يملك حتى المال دليل انه خالف طبيعته حتى فيما لا يملكه. طبيعة الانسان انه شحيح حتى فيما لا يملكه، فما بالك بما يملكه. وبالتالي الانسان لو انفق طيبة نفسه فيها مخالفة للنفس، ومخالفة النفس فيها من فيها من الجهاد في الله الذي يساب الانسان فيه، لان في جاهده في الله وفي جاهده في سبيل الله. جاهدوا في الله يعني أنفسكم، والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم، إنما في جهاد في الله وجهاد في سبيل الله. الجهاد في الله اللي هو الجهاد النفس، والجهاد في سبيل الله جهاد العدو، وده ورد في القرآن وده ورد في القرآن. وعلشان كده بقيت كلام الشيخ في الشرح كله حول هذه المعاني، لدرجة سقلت قصة هنا إن في كان راجل راهب كان محبوب في وسط الرهبان، انه راجل عابد وصالح وليه كرامات، وكان كل محبة الناس فيه من اجل انه يخالف نفسه، يعرض اي امر على نفسه لو لقيته نفسه تخالفه يروح عامل عكسه لانه بيخالف نفسه. فجاء واحد مسلم قال له ايه رأيك بقى ما تدخل في الاسلام؟ فقام عرضه على نفسه لقى نفسه قابته فراح اسلم فدخل. فكان خلقه ده سبب لهدايته. فجم الرهبان بيقولوا له ازاي تعمل كده تسيب دينك؟ قال لهم انا لم ابلغ منزله عندكم الا بمخالفه نفسي،
فلما عرض علي الإسلام أبته نفسي فخالفتها فدخلت فيه فحسن إسلام. يعني الخلاصة أن مخالفة النفس عموما في شهواتها تدلك على كل خير. فادلك أمثلة منها وقصص كثيرة، ولا يعني لا أريد أننا أقرأ كلمة كلمة لأن كلها حول هذا المعنى. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الحديث الذي يلي، حديث إتلاف أموال الناس، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.